أخرج نعش أحد الشابين اللذين قتلا خلال تظاهرات الأمس في البحرين على وقع هتافات تؤكد في معناها على عزم المحتشدين مواصلة نهج الاحتجاج من أجل التغيير في المملكة. وهذا العزم ترجم فعليا اليوم بمواصلة التحرك الذي بدأه المتظاهرون بالأمس من هذه الساحة من دوار اللؤلؤة وسط المنامة، الذي يرغب المتظاهرون بتغيير اسمه إلى اسم دوار الحرية أو دوار الشهيد. وفي مشهد يشابه مشهد ميدان التحرير، تحول دوار اللؤلؤة إلى نقطة التحرك الرئيسية، حيث بات البعض ليلتهم فيه عازمين على البقاء حتى تحقيق المطالب، ومن أبرزها الإفراج عن المعتقلين واستقالة رئيس الوزراء. غير أن وعود الملك باستمرار الإصلاحات لم ترد المحتاجين الذين بدأوا في تصعيد مطالبهم بعد سقوط القتيلين بالأمس، وتعالت دعوات لإسقاط النظام، ولم ترد أيضا المعارضين لا سيما زعيم جبهة الوفاق الشيعية علي سلمان، الذي أكد أن نواب الجمعية لن يعودوا عن قرار تعليق عضويتهم في مجلس النواب قبل تحول البلاد إلى مملكة دستورية يكون فيها حكومة منتخبة من قبل الشعب. المسيرات مشاهدة مسيرات بالسيارات. وكما تتشابه المشاهد بين تونس ومصر والبحرين وليبيا في تحركات المتظاهرين، كذلك تتشابه في التحركات المضادة العنيفة منها والسلمية، إذ خرج اليوم في شوارع البحرين متظاهرون مؤيدون للملك في مواكب سيارة، تأييدا لما أسماه التلفزيون البحريني الرسمي مسيرات مؤيدة لجلالة الملك المفدى وقيادته الحكيمة. عاش الملك وعاش رئيس الوزراء. وقد لفت اجتماع عقده الملك مع مجموعة من قادة القوات المسلحة ظهر خلاله مرتديا البزة العسكرية ومستمعا لتأكيدات القادة باستعدادهم للذود عن الوطن وبأنهم رهن إشارته للقيام بواجبهم المقدس، والكلام دوما وفق ما أورد تلفزيون رسمي. نجلاء أبو مرعي، بي بي سي.